مستمرين مع حضراتكم وفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الأولى، والحقيقة يعني مليان فعاليات وحفلات مليانة بهجة وفرحة وسعادة. ولازم وإحنا بنتكلم على الفرحة والسعادة والطاقة الإيجابية نتكلم على الصوت اللي بالنسبة لنا هو سعادة وشقاوة، معادلة مظبوطة للحب والفرحة والسعادة. نجمة الجميلة نانسي عجرم منورانا في العالمين. أهلا فيكي. يعني وجودك في العالمين إضافة كبيرة للمهرجان، وأنت عندك تاريخ كبير من الحفلات في مصر عموما، ويمكن من أصغر النجمات اللي غنت باللهجة المصرية وأتقنتها، ويعني عندها عشق كبير مع الجمهور المصري. صح، مثل ما قلت عشق كبير مع الجمهور المصري. أنا ما بحس دايما كل ما أجي على مصر جاي على بلدي، جاي عند ناسي وأهلي، و بفرح كثير لما يكون عندي حفلات بمصر، لأنه بعرف التفاعل الحقيقي مع المصريين، وحفلاتي كلها بتكون كثير حلوة، وبحس حالي منهم. يعني منهم حضر إيه في العالمين؟ كل شيء، محضرة جديد وقديم مثل العادة. أكيد بدي نغني، أنا مصري وأبويا مصري، وبدي غني كل الأغاني اللي بتحبها الناس المصريين بشكل خاص، قديم وجديد. أكتر الأغاني اللي بتطلب منك في حفلات المصريين إيه؟ كل شيء، أكيد أهو النص، أكيد أخصمك، أكيد كل الأغاني المصرية. خصمك دي كانت نقطة انطلاق كبيرة. صح، وحتى اللبناني يعني بحبه كتير، لون عيونك غرامي، وكتير أغاني لبنانية. يعني كمان آخر إصدار مكسرة الدنيا، أغنية جديدة هغنية إن شاء الله. طب في كمان أغنية بعد آخر إصدار، أنا عارفة ده أول تعاون مع عزيز الشافعي. صح، أغنية جديدة هي الأغنية السينجل يلي حتنزل هلأ قريب. أغنية اسمها تيجي ننبسط، وحلوة، أنا بلاقيها حلوة، اخترتها لأنه حبيتها وحسيتها، وإن شاء الله توصل بذات الإحساس اللي وصلتني توصل للناس، وفيها طاقة إيجابية، وفيها فيها كل شيء حلو. عندك فلسفة كده في اختيار الأغاني اللي هي مليانة لذاذة وشقاوة وحب وطاقة إيجابية، فلسفة خاصة بنانسي عجرم في الأغاني. صح، لأنه أول شيء صرت أفهم أكتر الناس شو بتحب فيي، وشو بتحب تسمع مني، وصرت أعرف أنا أكتر شو بحب، وين بلاقي حالي أكتر. ومع الوقت عم حس انه اكثر واكثر عم بعرف اختار اغاني بتحبني الناس فيها، وانا بحب حالي فيها. هلا ان كان من الناحيه يعني في اغاني شقيه، وفي اغاني كمان دراما كمان بحبوها الناس مني، وكمان بلاقي حالي فيها، فالاثنين. اشتراكك في مهرجانات كبيره وانت متعوده على ده، بتسافري بلاد كتير وتلفي العالم، بيضيف ايه للفنان؟ وازاي الفنان بيبقى بيستعد لمهرجانات كبيره زي دي، سواء العالمين او غيره؟ واول انطباعاتك ايه عن مدينه العالمين؟ اول شيء كتير حلوه المدينه، انا اكيد يعني سامعه كتير وجايه على ساحل شمالي كتير، بس هون بالذات يمكن عندها طابع خاص، كل محل بغني فيه اول مره بحس عنده طابع خاص لإلي، وبحب اكتشف الجمهور اللي موجود هون والجو العام. واكيد كل المهرجانات يلي بشارك فيها اكيد هي يعني اضافه لحياتي، لحياتي الفنيه، واضافه لنا كجمهور الحقيقي لمسيرتي، واكيد بتلاقى بجمهور بحبني وبحبه، حتى لو بتلاقى بذات الجمهور اوقات كذا مره، وبنرجع على أغانينا وعلى جونا، بنغني مع بعض وبننبسط مع بعض. واحنا بنتكلم مع الفنان الماجستير راغب علامة قبل الحفلة، خاصك بالذكر انه في بينكم كيمستري في الحفلات، وجمهوركم جمهور مليان طاقة إيجابية وجاي عايز ينبسط. بتشوفي ازاي اشتراكك في كذا حفلة مع الفنان راغب علامة، وانتوا بقيتوا دي والناس بتحب تروح حفلاته مع بعض؟ انا اعتقد ان انتوا عملتوا حفله بعد اخصمك، دي كانت اول حفله تعملوها مع بعض. صح، من الحفله دي للنهارده مشوار فني كبير لنانسي عجرم. لا اكيد، انا كتير بحبه على الصعيد الفني وعلى الصعيد الشخصي، يعني 30 سنه 40 سنه من النجوميه، راغب علامة اكيد منه حدا عادي، اغانيه كلها حلوه، انا كتير بنبسط بانه نتشارك انا وياه بالحفل ذاته، وانبسط لما نكون سوا.
بحب جمهوره وبحب جمهوري وبيتلاقوا لأنه مثل ما قلت زيت الروح وزيت. ننسى عايز أسألك عن البنات واللي ما خلفش بنات ويعني الأمومة مع نانسي إيه؟ سهلة صعبة تربية البنات؟ لا هي تربية بشكل عام بنات ولا أولاد هي مش سهلة أبدا يعني، بس أنا ماشي حالي يعني. جود لك داي بخت المامتو أم أوقات أوقات يعني بدل ما نحن نربي أولادنا أوقات هن بيربونا صحيح. بيربونا على الأشياء اللي بيحبوها يعني، بصير الأم أكتر مع اكتشافها تعلم معي بتتعلم عليهم، بتتعلم شو بيحبوا شو ما بيحبوا وبتصير تتماشى يعني مع يعني بتعرفي كل ولد شيء وكل ولد بيفكر بطريقة وكل ولد عنده شخصية معينة وأكيد ما فيك تكسري الولد وما فيك بذات الوقت تخليه يكون شخصيته يعني لدرجة أنه تكون فيه يعني تتعدى الحدود صحيح. فالتربية منا شيء سهل أبداً، التوازن كتير كتير مهم وما وأكيد كل الأمهات اللي عم يحضروني هلأ بيعرفوا كتير منيح عن شو عم بحكي، فمش بحاجة كتير أحكي عن التربية لأنه جود لك على أنواعها. الله يعينك ومنورانا في العالمين وسعداء جدا بوجودك معنا ومستنينك على ستيج إن شاء الله تكسري الدنيا. أكيد Thank you so much. نانسي عجرة منورتينا. Thank you. مرسي.